كاردانو الآن حيتم التداول فيها في بلد عظيم جداً. خلاص الآن تم السماح لها في التداول عن طريق منصة معينة. أي بلد هذه؟ بلد اليابان. تابعوا الفيديو الأخير عشان أشرح لكم معلومات أكثر عن الموضوع هذا، وتذكروا إن إحنا جالسين نسولف هنا، لاني مستشار مالي ولا هم يحزنون. أوكي، اقروا صندوق الوصف تحت وادعموا القناة الله يعافيكم باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيه عشان تجيكم الفيديوهات أول بأول. خلونا نبتدي. طيب، حياكم الله جماعة الخير في حلقة جديدة. اليوم حنتكلم بالتحديد عن عملة ADA كاردانو. تمام، نزلت فيديو اسمه أخبار العملات الرقمية، تكلمت عن السوق بشكل مجمل، ولكن برضو تكلمت عن عملة كاردانو في بعض التفاصيل المهمة، أهمها تاريخ 12 سبتمبر القادم. تمام، حيصير البدء في موضوع العقود الذكية عندهم. يعني تناقشت موضوع وش ممكن يصير بالسعر بالنسبة للناس اللي تضارب، بالنسبة للناس المستثمرة وأهلهم مجرى. فاللي ما شاف الفيديو أنصحكم تشوفونه، وإذا عجبكم الفيديو ادعموا القناة بموضوع اللايك. طيب، الرجل هذا اللي هو مؤسس عملة كاردانو ADA نزل فيديو قبل تقريبا 13 ساعة يحذر المستثمرين عن بعض النقاط المهمة اللي هو يشوفها من منظوره جدا مهمة للمستثمرين في العملة. تمام، طبعا أنتوا تعرفون تشارلز هاسكنسون كان عضو مؤسس سابق في عملة إيثيريوم وتركهم، وحب أنه هو ينشئ عملته الخاصة فيه. تمام، أول شيء ذكر الصعوبات اللي مرت فيها العملة على مر السنين الماضية، أنه يعني كانوا دائما يحطون تواريخ محددة وما يلتزمون فيها بسبب الصعوبة، بسبب حرصهم أنه يبغون ينزلون أفضل شيء بدون أي أخطاء بدون أي مشاكل، فأثر على سعر العملة وأثر على الناس المؤمنة في العملة على المدى البعيد. ففي ناس باعت وطلعت وأهلهم مجرى، وكذا تاريخ يعني حطوا تطوير معين أبديت معين وما استطاعوا أنهم يلتزمون فيه، بس في النهاية سووه، هم في النهاية سووه وإن تأخروا شوي سووه. آخر موضوع اللي هو موضوع الألونزو فورك أو هارد فورك، خلاص أنه تم إنجازها، وهذا هو كان بداية ارتفاع السعر في الأيام الماضية. والخبر اللي بعده هو موضوع 12 سبتمبر اللي هو البدء الحقيقي باستخدام منصتهم لاستخدام العقود الذكية من قبل الناس البروغرامرز المطورين الديفلوبرز اللي يبغون يستخدمون منصتهم، كونها سريعة، كونها رخيصة، كونها ما تستهلك يعني gas fees أو transaction fees زي الإيثيريوم. ما زالت عندهم مشكلة هذه، أسعارهم غالية، فهذول لا، قالوا عندنا أشياء أرخص وعندنا scalability، يعني إحنا قادرين إنه ننفذ عمليات جدا كبيرة في ثواني قليلة، وتكلمت أنا فيها في الفيديو حقي حق الكاردانو. فالآن خلاص حيتم الموضوع هذا. فحبي نبه إنه بحكم الإقبال الكبير على العملة والإقبال النصابين عليها عشان يسرقون فلوس الناس الجدد، قال انه يا جماعه خير، ترى كاردانو لن ابدا تطلب منكم البرايفت كيز اللي هي الرقم السري حقكم، حق محفظتكم او عملاتكم. لن تطلب منكم انكم تحولون كاردانو لهم اساس يتم تطوير الكوينز حقتكم من خلال التطويرات اللي صارت في السوفت وير حقهم. ما في زي كذا. لن يتم اعطاء جوائز او هدايا او جيف اويز، هذه ما يسوونها. يسوونها بعض المواقع اللي ينشئون موقع شكله كأنه رسمي وحقيقي زي الكاردانو، وقالوا احنا ترى اوريدي يعني مشتكينهم وتم اغلاق بعضهم وحيتم اغلاق البقية، ولكن يعني هو يتوقع وقالها في الفيديو، يعني يقول انه اكيد حيتم سرقة كثير من الناس بملايين الدولارات، بس ما نقدر نسوي لكم شيء. كل اللي اقدر اقوله لكم اني انا لازم احذركم من حبي وحرصي عليكم، ومن حبي وحرصي عليكم انتم ايضا متابعين يا حبايبي. في أحد المواقع يتنبؤون ويتوقعون أنه الكاردانو حيصل إلى 3 دولار. أنا قلت لكم في الفيديو حقي وكاتب هنا برا أنه لا، بالغالب أتوقع ممكن يصل إلى 4 دولار وممكن أعلى. تمام، في الفترة هذه. تمام، طبعا وهنا كاتبين برضو أنه يعني أنه ممكن يصير في فترة تصحيح ما بعد الوصول إلى تاريخ 12 سبتمبر بنسبة 40%. فالكل لازم يكون منتبه وعارف شيء هذا. وفي نقطة ثانية مهمة، ألا وهي أنه العقود الذكية اللي خلاص حيتم فتحها رسميا في تاريخ 12 سبتمبر، باي ذا واي هي لن تفتح للمطورين والديفلوبرز والبروغرامرز انهم يبتدون ينشؤونها في 12 سبتمبر، لا، هم اوريدي بادين واوريدي مجربين الاخطاء المشاكل اللي تصير على المنصة، وهذا كان الغرض من الفترة اللي راحت مع تشارلز هاسكنسون. فالان الكل جاهز، ومكتوب هنا allegedly speaking انه يعني في فوق 100 لونشز حتجي على
السمارت كونتراكت اللي موجوده من بعد تاريخ 12 سبتمبر، وهذا شيء مره بطل. يعني في ناس اوريدي جاهزه، بس انه في تاريخ 12 سبتمبر حيتم البدء في الشيء هذا. تمام، طبعا الله العالم ممكن 12 سبتمبر يرتفع السعر، ما تكون يعني فتره جني ارباح، ويمكن حتى اللي يجنون ارباح ما يقدرون على قوه البولشنس اللي ترفع السعر الى الاعلى. وان كان واذا ما ارتفع وصحح في النهايه على المدى البعيد اكيد باذن الله حيرتفع، وانا عشان كذا ما اضارب فيه، انا تاركها لاهداف معينه، ارقام معينه في بالي. تمام، فهذا برضو شيء جيد بالنسبه لهم. طبعا ذكر شيء تشارلز هاسكنسون، قال يا جماعه الخير اللي خايف من شيء او عنده تساؤل معين او شاك في اعلان او منصه او شيء ارسلوا لنا، ادخلوا على موقعنا الرسمي اللي هو cardano.org وانزلوا تحت مره، هنا مكتوب عندهم شيء اسمه support contact us وحيردون عليكم. هذا بناء على كلامه في الفيديو، انا حبيت اعطيكم زبده الفيديو، يعني ما حبيت اني اطول عليكم. فالخبر الاساسي للحلقه اللي هو موضوع اليابان. تمام، كوين بيس، منصه التداول حقت كوين بيس اوريدي كانت معلنه في تاريخ 19 اوغست انهم خلاص they launched crypto exchange في اليابان، وقدروا يحصلون على الاعتمادات والقبول والاشياء هذه والموافقات، فهذا شيء جدا ممتاز. ولكن قالوا انه مبدئيا حيتم التداول ببيتكوين وايثيريوم ولايتكوين وبيتكوين كاش وستيلر، ما طروا موضوع الكاردانو. طيب ولكن وش وضع كاردانو؟ كاردانو الان في خبر لسه يعني فريش وطازه، مكتوب انه اليابان عن طريق منصه اسمها بيتبوينت، حلو، خلاص اعلنت انه ابتداء من بكره اللي هو 25 اوغست اليابانيين حيستطيعون التداول بعمله الاي دي اي كاردانو. هذا شيء مره بطل. طبعا في ناس ثانيه مش كاتبين هنا وين عدد السكان اليابان، هم 126 مليون نسمه، حلو، طبعا هذه حتعطيهم المجال والقدره انهم يدخلون ممكن في كاردانو، بس طبعا الرجاء لا مره متحمس، يعني مو كلهم راح يدخلون، يعني كمان يعني كل الشعب بيدخل في كاردانو، يعني خلينا نقول مجازا اعطوني ربعهم، يعني خلينا نقول مثلا 20 مليون 25 مليون مثلا، يا رجل نصهم 15 مليون انا راضي. زين، لو يعني 15 مليون دخلوا في الكاردانو واقبلوا على هذا، وتعرفون اليابانيين برضو ما هم سهلين، عندهم سوق اسهم ياباني كبير وقديم، فتخيلوا مع الإقبال الجديد والسماح لهم أنهم يتداولون، هذا شيء بطل. يعني برضو من إحدى الأشياء الإيجابية اللي حتساهم في رفع قيمة السوقية الماركت كاب وسعر الكاردانو على المدى القريب والبعيد إن شاء الله. طبعا هذا هو شكل اللوجو حق الإكسشينج حقهم، حق المنصة حق التداول اسمها بيتبوينت اللي في اليابان، وحتى شوف الخبر بالياباني باللغة اليابانية، فالموضوع خلاص شوفوا ما شاء الله هنا مكان ثاني، فالموضوع يعني لا مفر منه إن شاء الله. طيب يا جماعة خير، أبي أسمع منكم في التعليقات الله يعافيكم، وين تتوقعون يصل سعر الكاردانو في الفترة الجاية إلين تاريخ 12 سبتمبر؟ 3 دولار؟ 4 دولار؟ 5 دولار أو أكثر من 5 دولار؟ شاركونا في التعليقات حقتكم، وإذا تعجبكم أو يعجبكم مثل المحتوى هذا ادعمونا الله يعافيكم في القناة، لأنه حتفرق معي أنا شخصيا وتفرق مع القناة إن شاء الله، أساس تصل المعلومات هذه لمنصة أو شريحة أكبر من الناس المهتمة في هالمجال. فنبي منكم لايك شير وسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات برضو عشان أساس تجيكم الفيديوهات والتنبيهات أول بأول. نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قريبة. سلام.